موسم الورد مكة المكرمة. یہ مسئلہ ہے ہمارا. یہ گدر ہے سب, یہ ڈیک بولتے سب. یہ ابھی یہ کب بند ہے اور یہ الحمدللہ یہ چالو ہے. ابھی یہ چالو ہے, یہ نہ رہے اسی سے وہ ہلاتے ہیں. یہ موسم الورد کا معلم ہے گدر طبخ کی دہن. ما ينزل من هنا زيادة. ما يرجع مرة ثانية هناك كمان جوا قدر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم كده. عبد الله اسمه هذا معلم هذا المصنع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا, أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. هذه كالعادة شحنات ما بعد استلام المناديب للشحنات من المعرض, من معرض ميسم الورد الطائفي. يجي طلبات بعدها فما نخليها تتأخر لين اليوم الثاني, على طول نلحقها للسيارة وبإذن الله تمشي في نفس اليوم, حرصا على إرضائكم ونزولا عند رغبتكم بأن يكون عند الشحنات إن شاء الله بإذن الله في أسرع وقت عندكم. نسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين, آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير, يا هلا وغلا ومرحبا. اللي على اليمين مستخلص بثلاث الورد الطائفي, وهذا المعروف لا يعرف أبو سمكة. صدقون أن نقطة من مستخلص بثلاث الورد الطائفي في ربع دهن أبو سمكة يعطيك خط, يعطيك رائحة, يعطيك شيء لا إله إلا الله خرافي. نحن نتكلم لكم عن تجربة مسح الكفوف أنا جربت فيها, ولكن يبقى بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الحقيقة الوزنة الحقيقية تراها بالنقطة. اللي يبغى المنتج زي كذا ما عنده إلا حلال أبدا, يكتب في الملاحظات إذا طلب أبو سمكة يكتب مع الورد الطائفي او مستخلص مع مستخلص بثلاث الورد الطائفي زي ما تحب. تمام, احنا نسوي هذه العمليه ونعطيك اياها بقيمه المنتج ب 800 ريال بنفس قيمه المنتج وبدون ملامسه اليد ابدا. مستخلص بثلاث الورد, والورد الطائفي حساس جدا. شوفوا لمس المرود في دهن العود, في أي دهن عود المرود يلمس فيه خطر جدا أنك ترجع هنا. الورد حساس وراح ينقل على طول الرائحة. خطين فخمة ومن أفخم المنتجات. تقلب المنتج كذا شوي, اللي عنده المنتجين هذه يجرب, اللي يحب يجرب يطلب أبو سمكة ويكتب في الملاحظات في ملاحظة الطلب أبغى بالورد الطائفي. طبعا راح نفك ونحط فيه الورد الطائفي زي ما شفتم. نسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين, آمين.
لو غلا جولة سريعة على قسم النوادر. قسم النوادر، وهذا من دار النوادر، صحيح البخاري، نسخة نادرة. هذه وقفة مكتبة الشيخ نظام يعقوبي، الله يمسيك بالخير طال عمرك، من دولة المنامة، البحرين الشقيقة. أيضا عندنا النسخة المكتوبة باليد من كتاب الجامع الصحيح. طبعا هذا الكتاب وقف للمسندين وطلبة العلم ولا يباع، وقد حصلنا عليه كهدية من سماحة الشيخ نظام يعقوبي أحد عملاء ميسم الورد الطائفي. في هذا الرف ستجد اللي ما هو موجود في العالم عند ميسم الورد الطائفي حصريا. الله، هذا طارت عمركم ريال الملك فيصل، وهذه ورقة من التقويم من بداية جمع والدي، أسأل الله أن يطيل في عمره وأن يشفيه يا رب العالمين، من بداية جمعه للعملات القديمة هذه. طبعا عنبر قابوس عمان أيضا من نوادر ميسم الورد الطائفي، ودهن أبو طاووس الغرشة أبو 100 ملي وأبو سمكة، وأيضا دهن أبو طاووس. نسأل الله البركة لنا ولكم ولجميع المسلمين. طبعا الكتب هذه معروضة فقط، ليست للبيع أيضا، سواء في مكتبة الشيخ أو عندنا. هي من سياسة ميسم الورد الطائفي أن تنفرد بمنتجات غير مكررة أبدا ولا في مكان. منتجاتنا اللي في ميسم الورد الطائفي، سواء مخلطاتنا اللي نحن نشرف عليها ونخلطها بأنفسنا بمنتجات فاخرة ونادرة وحصرية، أو المنتجات اللي تشوفونها قدامكم، يهمنا التميز، يهمنا الجودة، يهمنا الكواليتي العالي وإرضاء عملائنا الكرام، نقول مشايخنا الكرام. بالنسبة للأخوان اللي يسألون عن بعض المنتجات اللي كانت معروضة في واجهة المتجر، اللي هي نوادر ويعني منتجات نادرة الحقيقة، سواء الكلمنتان، البونتيان، كدب الأوصال ما شاء الله تبارك الله الفخمة هذه، هل تقدم هدايا ملكية، تقدم هدايا فخمة. عندكم الماليزي القديم هذا أيضا ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. أيضا عندنا الهندي هذا الهندي قديم وما شاء الله لا قوة إلا بالله، درجة عالية جدا جدا جدا، وسواد وفخامة رائحة لا إله إلا الله. هذه كلها موجودة في قسم اسمه الفي آي بي، لو سحبت الشاشة الفوق يوصلك لقسم الفي آي بي، بتشوف فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله منتجات ناهية 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 وجميلة الحقيقة. أني أنصح اللي يبغى الهدايا الفاخرة يمر على هذا القسم ويشوف. نقطة أخيرة، نعتذر منكم على الإطالة، نقطة أخيرة بالنسبة للأوصال الكبيرة اللي تعتبر تحف، زي هذه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلمنتان بونتيانك دبل، سبق أن تم شحن وصلة تقريبا قرابة هذه لخارج المملكة العربية السعودية، وتحديدا لدولة الكويت العربية الشقيقة. اللي حصل أنه في الجمارك حصل انهم اشتبهوا في الوصله، وفي قيمتها كان سعرها غالي جدا لان العود غالي جدا، فتم فتح الوصله من قبل الجمارك، يعني الجمارك فكوا الوصله بالنص كذا وشافوها فتشوها، وهذا من واجبهم، ونسال الله ان يحمينا بهم من كيد الكائدين يا رب العالمين. مع هذه الحاله ميسم الورد الطائفي تضمن اذا وصلتك بهذه الحاله او رجعها. يعني طالت أعماركم، أي منتج تشتريه من ميسم الورد الطائفي نحن بإذن الله مسؤولين حتى يصل بين يدكم الكريمة، وهو بحالته اللي انت شفت، انت وثقت فينا وشريت منا، بإذن الله نضمن لك منتجك حتى يصل عندك بنفس الصورة
اللي انت شفتها في 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 السناب او في مواقع التواصل الاجتماعي. وايضا لك الحريه، لك حريه الاسترجاع بدون ذكر اي سبب، لا تذكر اي سبب، قول ابغى ارجع المنتج وخلاص يرجع لك كامل حقك. ونحن تشرفنا بالعكس ان يعني خدمناك ووصل منتجنا بين يدك، هذه بحد ذاتها لا تقدر بثمن. نسأل الله البركه لنا ولكم ولجميع المسلمين، امين. اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب العالمين. الأخوان اللي يستعملون الفحم هذا، وكلنا اليوم نستعمل حقيقة الفحم هذا لجودته وسرعة اشتعاله اللي هو زي كذا، لكن إذا كنت تستعمله في مكاتب وأماكن سيراميك وزي كذا بإذن الله أنها يعني ما من خوف والحافظ الله. ولكن إذا كنت تستعمله في مكان فيه موكيت أو فيه فرو أو زي كذا ترى أجود انواع الفحم هذا، لازم انه يتطير من وقت الاشتعال، انه سريع الاشتعال وطريقه اشتعاله ضروري انه يتطير منه. فالحذر، الله يحفظنا واياكم، ترى الاجزاء اللي تتطير منه تكون مشتعله. هذه رقائق الترات، أعواد الرقائق رائحتها جميلة وزاكية، تعطيك رائحة التراب الحقيقية. الحقيقة هذا أنا أستعمل في البيت باستمرار باستمرار، رائحته جميلة جدا جدا وهادية حتى على الأطفال، وعود طبيعي يعني ما فيها لا تحسين ولا مواد محسنة ولا أي شيء، وجودته ما شاء الله تبارك الله عالية زي ما تشوفون. هذا ثمن كامل يجيك زي كذا تبخر منه لمدة شهرين، 350 ريال. الجودة لا أحكي لكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا أنا إذا بخرت بهذا أحطه في غرفة الملابس، في غرف النوم، في غرف الأطفال، وأكثر رقائق التراد لابد ان توضع على الوجه الوجه اللي فاتح لونه زي كذا، توضع بهذه الطريقة وتوضع على بعض زي كذا، لو احترقت واحدة حط على الثانية واستمتع وعيش بأحلى روائح. لا تنسون تتركون
ودعواتكم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يتقبل منا ويعيننا على صيامه وقيامه، آمين. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن.